وقفتنا وقفة احتجاجية لموظفي مستشفى الجمهوري التابعين لدائرة الصحة نينوى للمطالبة بإعمار المستشفيات المدمرة، حيث مضت أكثر من 5 سنوات على تحرير المدينة ولم يتم إعمار أي مستشفى. كما نطالب بصرف المستحقات المالية من الرواتب المدخرة ورواتب سنة 2017 ورواتب الأمانات ورفع التسكين عن خريجي المعاهد. نظمت الكوادر الصحية اليوم وقفة في دائرة صحة نينوى، إلا أننا جابهنا بالمعارضة من السادة المسؤولين في دائرة صحة نينوى ورفض الوقفة، مما أدى إلى فك الاحتجاجات وفك الوقفة الاحتجاجية التي طالبنا بها خلال الأيام الماضية. كذلك نظمنا وقفة احتجاجية أمام مستشفى الجمهوري في مجمع الشفاء في الأيمن لنقل الواقع الحقيقي الذي لا يروه السادة المسؤولين، أن نينوى تعاني من بناء مستشفيات. نينوى بحاجة كبيرة إلى مؤسسات حقيقية وليست بحاجة إلى كرفانات. مؤسساتنا الصحية عبارة عن كرفانات، كوادرنا تعمل في كرفان، وهذا الأمر مرفوض رفضا قاطعا. كذلك نطالب من السادة المسؤولين بتوضيح سبب ضياع حقوق موظفي صحة نينوى من المدخر، من رواتب 2017، من ترفيعات وعلاوات. الكثير من الحقوق مطالبة بها دائرة صحة نينوى أن توضح سبب وبيان عدم استرجاعها إلى الآن. خرجت اليوم جماهير التمريضية والمهن الصحية بوقفة للمطالبة بتحسين الواقع الصحي لمحافظة نينوى التي تعد ثاني أكبر محافظة في العراق، تفتقر لأبسط مقومات الحياة الصحية، لأبسط مواطن أنه يدخل المؤسسة الصحية يفتقر لأبسط المقومات. لذلك نطالب من الحكومة المركزية والحكومة المحلية والنواب نينوى التدخل لإيجاد حلول جذرية لهذه المعاناة التي كانت ولا زالت عليها المحافظة منذ 5 سنوات. لا يوجد أي تغيير في الواقع الصحي. المفروض أن تكون هذه الوقفة أمام دائرة صحة نينوى، ولكن تفاجأنا بمنعنا من المسؤولين من إقامة هذه الوقفة الاحتجاجية.